مباراة شبيبة القبائل والجيش الملكي في مباراة حاسمة اليوم. قبل تتمة هذا الفيديو نرجو لا تنسوا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وشكرا. هذه مباراة مهمة اليوم للفريقين، سواء فريق شبيبة القبائل أو الجيش الملكي. الجيش الملكي الذي انهزم في عقل داره بمدينة الرباط 1-0. كانت مباراة قوية وكانت صعبة نسبيا على الفريقين رغم تسجيل شبيبة القبائل هدف هناك. والآن مباراة العودة، مباراة الإياب التي تكون حاسمة وفاصلة للمرور إلى الأدوار 16 دور المجموعات. مباراة سوف تكون صعبة على الفريقين. نعرف أن فريق الجيش الملكي يريد العودة في هذه المباراة لكي يضمن التأهل، وأيضا فريق شبيبة القبائل يريد الفوز والمرور إلى الأدوار المقبلة. إذا المباراة سوف تكون صعبة. المباراة منقولة على تمازيغ 8، وشبيبة القبائل يدخل بالتشكيلة التالية كالمعتاد. هناك حراسة المرمى عز الدين دوخان، مدافعون بن زياد، عبد المؤمن، حدوش، أحمد كيرومي، وأيضا هناك وسط الميدان كل من العربي، عزيز بنيدي، عمر عراقي، وهناك أيضا فؤاد غنام. الهجوم هناك رضا بن صباح، وأيضا هناك الشلفاوي. هذه التشكيلة التي سوف يعتمد عليها المدرب اليوم. نذكركم أن هذه المباراة سوف تبدأ في الساعة 7 بتوقيت الجزائر والمغرب، ولا تنسوا من فضلكم الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل.